تدشين مقر المحكمة الابتدائية بنابل، حيث اعتبر وزير العدل محمد كريم الجاموسي بأن المحكمة الابتدائية بنابل أنموذجا يحتذى به وله كل المواصفات العصرية، مؤكدا سعي الوزارة على تحسين جل المحاكم التونسية وذلك من خلال رؤية استراتيجية عامة. فوزي بن إبراهيم في المتابعة. اليوم سعداء جدا بافتتاح المقر الجديد نتاع المحكمة الابتدائية بنابل، مقر عصري، مقر اللي يمسح 4500 متر مربع، وقت اللي كان المقر القديم 1000 وشوية متر مربع. ريتو عدد المكاتب، كنا 10 مكاتب، اليوم ولينا عندنا 55 مكتب، 3 قاعات جلسات لائقة بالسلطة القضائية. هذا الكل بالتعاون، ونشكر بصفة خاصة بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس اللي مولت المشروع هذايا، ومكتب الأمم المتحدة للمشاريع لخدمات المشاريع كذلك اللي تعاون معنا فنيا. إذا هذايا الفريق كان متجانس مع وزارة العدل بطبيعة الحال، خدمنا، واليوم يظهر لي عندنا محكمة ابتدائية نموذجية في نابل نفتخر بها. هذايا احنا واعيين اللي كونوا البنيه التحتيه نتاع المحاكم نحبوا نحسنوا فيها، وباش نحسنوا فيها من خلال رؤيه واستراتيجيه عامه. الجمعه اللي فاتت مشينا لمحكمه الاستئناف السليانه، محكمه لائقه بالجهه، اليوم محكمه ابتدائيه بنابل. كذلك فما تدشينات اخرى في الايام المقبله، وخاصه في الثلاثي الاول من 2020. مشروع متاع الحكومة بالنسبة لإحداث صندوق دعم العدالة، هذا مشروع مهم جدا، واعين اللي كونوا الميزانية عندها حدودها خاصة في الظروف هذه. هذاك علاش التجأنا إلى حل متاع صندوق دعم العدالة، وإن شاء الله يمر عبر مجلس النواب ويتم المصادقة عليه في قانون المالية، ويكون فريمون ثورة بالنسبة لتحسين ظروف العمل بصفة عامة وتعصير المحاكم في تونس. استقلالية القضاء، احنا اليوم عندنا ثقة في مؤسساتنا. النقد وحرية التعبير والرأي مكفول، وهذا الدستور متاعنا، وهذا تونس اليوم بعد الثورة نعطي أهمية بطبيعة الحال النقد، حتى حد ما هو فوق النقد، لكن لا للتشكيك في المؤسسات متاعنا. المؤسسات متاعنا تخدم، التناقضات عادي جدا، احنا عندنا هرم، عندنا محاكم ابتدائية استئناف وتعقيب، توحيد في قضايا تم كان في التعقيب وتمشي حتى لدوائر المجتمع بالتعقيب، وبالتالي ماهوش مشكل وقت اللي فما اختلاف في الآراء. القانون وتأويل القانون عمره ما كان علم صحيح، وبالتالي الاختلافات هذا هو اجتهادات إنسانية، والقاضي يجتهد بما له ويتم المراقبة متاعه من المحكمة لأعلى درجة، ومن بعد يتم التوحيد. أنا ما نظنش اليوم بعد اللي عملناه الكل نجمو نحكيه ونشكو في مؤسساتنا القضائية. تم تدشين المحكمة الابتدائية بنابل اليوم بعد حوالي عند 3 أسابيع اللي بدأت تنشط الحركة فيها. تم اعتماد المعايير الدولية في بناء المحكمة، سواء على مستوى فضاء الأسرة، تم تخصيص فضاء خاص بالأسرة، فضاء خاص بالطفولة، كذلك غرف الاحتفاظ كانت تبقى المعايير الدولية من حيث المساحة، من حيث التهوئة، من غير ذلك من التجهيزات العصرية التي تم تجهيز المحكمة بها. عندنا 3 قاعات جلسة، قاعة جلسة خاصة بالفضاء الأسرة، قضايا المتعلقة بالطلاق ومشاكل الأسرة في فضاء خاص بهم، وزوز قاعات جلسة خاصين بالدائرة الجنائية والدائرة المختصة بالعدالة الانتقالية. هو من قبل ما تتبنى التصور بتاعها كانت تبقى المعايير الدولية، حتى التقسيم تاعها والهندسة تاعها كانت تبقى المعايير الدولية، وعلى أساس يتم تخصيص فضاءات خاصة بكل خدمات المحكمة. فما فضاء خاص بالنيابة العمومية، فضاء خاص بالسادة قضاة التحقيق، فضاء خاص بالسادة قضاة المجلس، قضاة الدوائر المدنية والدوائر الجناحية، كذلك قضاة السجل التجاري وقضاة الاختصاص، كل تم تخصيص